بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يقول ربنا تبارك وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كيف هذه الوجوه تعمل وتنصب ثم في الآخرة تصلى نارا حامية؟ وهل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، موافق لهذه الآية؟ هذه الآية ليست خشوعها وعملها ليس في الدنيا، ليس في الدنيا، هذا يوم القيامة، لأن الله قال: وجوه يومئذ، يعني يومئذ تأتي الغاشية، خاشعة عاملة ناصبة. قال الله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. فهذا يكون يوم القيامة ولا يكون في الدنيا، يعني الخشوع والنصب والعمل المقصود كل يوم القيامة. إيه؟ وعاملة عملا لا نعلم ما هذا العمل الذي تكلف به يوم القيامة، وناصبة من النصب والتعب. إيه؟